من ضمن الأسئلة، هل الكويت محتاجة برومتريك؟ ولو حد سافر أو بيفكر يسافر أعمل إيه؟ الحقيقة هي أغلبية الخليج بيبقى علشان تشتغل في الصيدلة لازم تحتاج المعادلة. الكويت مش طالبة في الوقت الحالي، علشان بس يعني الناس ما تصدمش، في نسب تشبع في الصيدلة هناك. مش إحباط، ولكن أنا بحاول أقول للناس الحقيقة، وكالعادة الناس هتقولك أنت بتحبطنا وبتاع. أي مكان، النقطة المهمة والجوهرية اللي لازم تخلوها في الاعتبار كذلك، وهو انكم خلي بالكم من اكثر من حاجة. في كتير جدا من هذه البلدان بتطلب ان حضرتك تكون موجود هناك عشان تعرف تقدم. نادرا ما بتلاقي في الكويت او قطر او هذه البلدان لما تيجي تفتح انها طالبين من بعيد، لان عندهم الصدلة، انا اسف على اللفظ يعني بكسرة، مش عايز اقول اللفظ التاني اللي هو على قفا من يشيل، ولكن هو ده اللي لازم تاخذه في الحسبان. فضع ده في الاعتبار، اللي لما حد يجيبك او يبعت لك، او ان حضرتك تطلع وتدور ومعاك البروميتريك ومعاك المعادله ومعاك كل حاجه، وسنيا ما تزيدش عن 40 سنه، ده فرصك بتكون افضل، وربنا يكتب لك الرزق الحلال باذن الله.